سيادة النائب عاطف مغاور، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا أستاذ أحمد. طلب إحاطة بيان عاجل مش كده؟ بيان عاجل، أيوه اتفضل. إيه الأسباب؟ لا، هو أولا بيان عاجل لأن البيان العاجل ده إجراء في مواجهة أمر عاجل، لأن إذا انتظرنا لاستكمال قرار الجمعية العمومية اللي هو صادر يوم 11 يناير في التصفية، هيبقى في أوضاع جديدة تستجد يصعب تدارك مخاطرها. لذلك البيان العاجل كأداة من الأدوات البرلمانية لتدارك موقف لوقف تداعياته وتدهور الحالة، هذه قضية. وخاصة أن قرار الجمعية العمومية للحديد والصلب صدر يوم 11 يناير، والمجلس سيعقد جلساته الأولى، والقسم الذي أقسمنا عليه يوم الثلاث 12 يناير أن نحترم الدستور والقانون. لذلك أنا أحيل الرأي العام وأيضا الوزير المختص إلى الباب الثالث من دستور مصر 2014، مقومات الاقتصادية للمجتمع المصري، مواد هذا الفصل تؤكد على حرمة الملكية العامة، وتؤكد على الحرص على المشروعات والشركات المنتجة والعمل على تنميتها والنهوض بها، وأيضا إشراك العمال في إدارتها اللي هو ضد إشراكهم أصلا، هو يخالف الدستور. والآن نحن أمام اختيار واختبار. أنا يرأس مجلس النواب الآن يعني قامة قانونية ودستورية، يعني رئيس المحكمة الدستورية السابق طبعا، فكيف ونحن أقسمنا أن نحترم الدستور والقانون؟ هذا الأمر يجب أن يكون في اعتبارنا. وإحنا حينما نقول البيان العاجل مطالبنا فيه، لا ندخل في تفاصيل موازنات وحسابات وأرقام، لأن علم الإدارة وعلم السياسة يقول أن السياسي أو الإداري الذي يعتمد على بديل واحد هو فاشل، لأن في مواجهة أي مشكلة تتعدد البدائل ولكل بديل له تكلفته. فلما نيجي نتكلم في قرار التصفية، ده استسهال، ده استسهال يعني على طريقة المصريين لما كانوا يعايروا أي واحد في البلاد الأرياف يقولوا عواد باع أرضه. يعني أنا أبيع شركة قلعة من قلاع مصر التي شهدت إنشائها وتأسيسها مع نهوض مصر وفترتها الثورية والخروج من براثن الاحتلال حينما أسست في عام 54، وخلقت جنب منها صناعات أخرى باعتبار أن صناعة الحديد والصلب صناعة مغذية للعديد من المشروعات والصناعات الأخرى. هذا الأمر هل ده يخدم؟ هل ده يخدم برنامج مصر 2030 وحرص الرئيس السيسي لتوطين صناعات فآخرها صناعة السيارات، وحرصه على توطينها في مصر وتوطين صناعة عربات القطارات وهذه الصناعات التي تقام على ربوع مصر وعموم مصر، وحرصه الشديد، وأيضا بعد أن انهارت صناعة الغزل والنسيج تأتي يد الإنقاذ على يد الرئيس السيسي ومن معه الخبراء المخلصين لرصد 22 مليار لاستعادة صناعة الغزل والنسيج. ونتذكر تصريحات السيد الرئيس عند افتتاح مصنع الغزل والنسيج الذي أقامته القوات المسلحة. هذه الأمور هل يليق بوزير أن يعزف معزوفة خارج السياق عليه أنه يقرأ الدستور ويتصرف بضوء الدستور؟ لذلك احنا البيان العاجل نطالب فيه بوقف قرار التصفية ده في الشق المستعجل، لأن حتى لا تنشأ أوضاع يصعب تداركها. في الموضوع تشكيل لجنة تقصي حقائق وتحقيق في إذا كان يعني هناك دراسات وبدائل أخرى تقول إن المشروع والمصنع يمكن انتشاله وتشغيله واستعادة عافيته، وإذا ما كانش موجود لماذا لم تجرى هذه الدراسات؟ القضية الأخرى إن السيد الوزير صرح تصريح خطير جدا وقال أن يعني قرار الجمعية العمومية ده بتاع 11 يناير دول، القرار سابق عليه بشهور وإحنا مبيتين عليه عشان نوفر أجور ومرتبات العمال. هل يليق بهذا الأمر أن يصرح وزير؟ كما أن أيضا لهذا الوزير تصريحات معادية للقطاع العام اللي نص الدستور على الحفاظ عليها، حينما يقول أن الدولة لن تربح ولن تتقدم ولن تنجح الحكومة طول ما هي بتدير مشروعات. كلمونا قبل كده قالوا مش عارف القطاع العام اللي بيدير محلات الفول والطعمية، هل الحديد والصلب محلات فول وطعمية ومطاعم؟ الحديد والصلب صناعة مغذية أولا، صناعة استراتيجية،
صناعه استراتيجيه وايضا تقاس مدى تقدم الامم الان بمدى وجود صناعه الحديد فيها. ده مقياس ومعيار لتقييم تقدم الصناعه في هذه الدوله. بس خلينا سياده النائب ان انت يعني اللي انا فهمته كمان ومن القرار الوزير والحاجات والبيانات اللي طلعت ان كان لابد ان يبقى عندك تحديث، والتحديث ده لم يتم على مدى ده. انت بتشتغل بمكن من الخمسينات لحد النهارده بيشتغل المكن ده؟ ده مسؤوليه مين بقى؟ مسؤوليه مين؟ هو ده الكلام. ده مسؤوليه تحاسب، ما هو لجنه التحقيق التي يبقى عندك لازم تحاسب. ليه وصلنا لحد النهارده؟ يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، انا سمعت الاستاذ مصطفى لما قال فعلا تم تغيير مجلس الاداره 4 مرات وتم مجلس الاداره 4 مرات خلال سنه. احنا جريده الاهالي قامت باجراء تحقيق ومقابله وحديث وحوار مع رئيس مجلس اداره ورئيس العضو المنتدب لشركه الحديد والصلب على صفحتين من الجريده، طرح فيها امكانيات وسياسات ورؤيه للنهوض بالشركه الحديد والصلب واستعاده مكانتها. بعدها اتشال لمجرد انه ادلى برايه وتحمل مسؤوليه. انا بالعكس انه قال عايزين نصلح فتشال. حضرتك بتقول كده؟ انا اجيبه واقول له خلاص انت قلت كذا، تعالى طبق ونفذ، قول لي انت عايز ايه اللي انت محتاج ايه عشان تنفذ اللي في رايك. نعم. وده رئيس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب للشركه القابضه. يعني المسائل ليست ببعيده. وانا عاوز اقول لك يا استاذ احمد، شركات الحديد والصلب في عموم مصر لدى القطاع الخاص قائمه على اكتاف من تخرجوا من مدرسه الحديد والصلب. بل صناعة الحديد والصلب في عموم الوطن العربي قائمة على أكتاف من تربوا في ده قلعة، دي جامعة لتخريج خبراء، وخد طلعت لنا وزراء صناعة محترمين، وطلعت لنا خبراء لصناعة الحديد والصلب في عموم العالم العربي. هذا الأمر يجب أن احنا نهدره الزايد. هذه هي قوة مصر الناعمة الحقيقية، كيف نبددها؟ وبعدين انا مقبل على برنامج مصر 30. يقيم هذا القرار هل يخدم عشان ما نطلقش شعارات؟ عارف يا سيادة النائب، لازم يعني ان احنا واضح داخلين على برلمان سخن، يعني مش برلمان زي ما بتكلم. بتكلم على استجواب، بتكلم على اول بيان في اول يومين من عملكم. يا سيدي العزيز، لقد أقسمنا أن نحترم الدستور والقانون ونحافظ على استقلال هذا الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. هذا الأمر لن يتأتى إلا إذا تحولت مصر كما هو مخطط ويراها ويحلم بها الرئيس السيسي مع عموم الشعب المصري. والشعب المصري أكد في استفتائه على دستور 2014 في مقومات المجتمع المصري الاقتصادية كافة المواد، أرجو السيد الوزير أن يطلع عليها الآن. وإذا حبيت أن أنا ممكن أقرأ لك نصوصها الآن. الحفاظ على الملكية وحرمة المال العام. حديد الصلب ملكية عامة ومال عام، ملكية عامة لها حرمة، والجمعية العمومية ليست مطلقة اليد ولا هي صاحبة، ما لهاش مصلحة إطلاقا، ولا يجب أن تتخذ مثل هذا القرار. ولا يليق أن جمعية عمومية تشكل بقرارات إدارية تعبر عن توجهات السيد الوزير يمكن أن تتحكم وأن تغير مسار مصر وتعتدي على دستور مصر وتخالف توجهات السيد الرئيس وحلمه صراعه. يعني أرجو يا أستاذ أحمد نتذكر مواقف السيد الرئيس عند افتتاح أو إعلان عن افتتاح مشاريع وعند وضع حجر الأساس لأي مشروع، لما بيقابلوه المسؤولين التنفيذيين ويقول له المشروع ده يستغرق منا 5 سنين أو 10 سنين، يقول له نحن في سباق مع الزمن، صحيح. أبو 5 سنين أنا عايزه في 3، وأبو 10 يبقوا في 5، وتجربة حفر قناة السويس الشق الجديد يعني مشروع مبهر خلال عام. وأظني أنا محور المحمودية ومعبر عنه السيد الرئيس، محور المحمودية، يعني كل هذه المسائل لازما يبقى في هذه الحالة. إحنا عندنا أدواتنا، يمكن أو أنا أناشد الدكتور مصطفى مدبولي، هل الوزارة متضامنة مع مواقف الوزير ومع تصريحاته؟ إذا كانت متضامنة فبنقول له الحكومة ألف خيرك، سيب مكانك الحكومة. لكن إذا ما كانش متضامنة، ما احنا بالراحة، احنا لسه ايه بالراحة. لا، إذا ما هو المواقف كده، بالراحة، لأن يجب أن يكون يعزل معزوفة. هو ما حدش قال حد متضامن، الحكومة ما طلعتش حاجة، اللي طلع هو وزير قطاع الأعمال. لا، ما احنا بنقول يجب أن يكون هناك موقف يبقى يتضامن معاكم. الجمعية العمومية للحديد والصلب التي شكلت بقرارات الوزير ليس لها سلطة تعادل سلطة البرلمان ولا تعادل سلطة الدستور، لا يمكن إطلاقا.
يا استاذ احمد انا اشكرك واشكر كل الاعلاميين. بشكرك سيادة النائب عاطف مغاور، بشكرك شكرا جزيلا.